السلام عليكم يا أعزائي التلاميذ، ونلتقي مرة أخرى بوحدة جديدة وهي المادة وتحولاتها. نحاول اليوم أن نرى وحدة جديدة هي تحليل الكهربائي البسيط. تحليل الكهربائي البسيط راح ندير نشاط في البداية يتمثل في دارة كهربائية. إذا هذه دارة كهربائية حسب النشاط هذا، لدينا مولد، لدينا قاطعة، لدينا مصباح، لدينا أوبرمت، لدينا وعاء. هذا وعاء، قل له وعاء فولتا، وعاء فولتا. ماذا يكون لدينا داخل هذا الوعاء؟ قبل ما نتعرض إلى هذا المحلول يجب تسمية هذه المصريين. كلكم تعرفون ما اسم هذين المصريين. إذا المصر الأول نقولوا له المصعد، أنود باللغة الفرنسية. المصعد، هذا المصعد دائما يكون من جهة القطب الموجب. جيد. أما هذا فيدعى الميبر اللي هو كاتود، دائما يكون من جهة القطب السلبي. هذه خطة تعرفها. إذا المصعد يكون من جهة القطب الموجب، والميبر يكون من جهة القطب السلبي. جيد. ماذا أضع في الوعاء؟ أضع محلول. أختار محلول مثلا كلور زنك. قبل ما يكون محلول يكون مسحوق، ثم نضيف له ماء مقطع يصبح محلول. ممكن إعطاء صيغة شريدية لهذا محلول كلور الزنك اللي هو زد ان دو بلس بلس دو سين موان. هذا عبارة عن محلول أكس. إذن محلول كلور الزنك ممكن نديرو محلول كلور الرصاص، ممكن نديرو كلور الحديد، ممكن نديرو كلور المغنيسيوم إلى آخره. حنا نختار محلول ما. هذا المحلول موجود في هذا الوعاء الذي يحتوي على ماذا؟ على شريدتين، شريدة الزنك وشريدة الكلور. إذا شريدة واحدة من الزنك وشريدتين من الكلور. جيد، موجودين داخل المحلول. احنا نقوم بتحليل هذين هذا المحلول، يعني راح نفصل بين شريدة الزنك وشريدة الكلور بعملية يسمونها تحليل كهربائي البسيط. في الأخير نرى لماذا سمي ببسيط. نمر إلى الملاحظات التجربة. الملاحظة، إذن هناك ملاحظتين، ملاحظة على مستوى المصعد وملاحظة على مستوى الميبر. إذن ملاحظة نشوف على مستوى المصعد، يجب كتابة المصعد. ماذا نلاحظ على مستوى المصعد؟ نلاحظ صعود فقاعات غازية. نلاحظ صعود فقاعات غازية. غازية يعني غاز، يدل على ماذا هذا الغاز؟ يدل على غاز الكلور. إذن أو انطلاق، انطلاق فقاعات غازية تدل على غاز الكلور الذي يرمز له بالرمز Cl2، غاز، غاز. هذا الملاحظة على مستوى المصعد. إذن هذا بالنسبة للمصعد. المهم ماذا نلاحظ على مستوى المهبط؟ نلاحظ ترسب شعيرات، ترسب شعيرات من معدن الزنك.
ترسم شعيرات من معدن الزنك اللي هو زاد عالي هو على شكل صلب سوليد. هذه الملاحظات. نقطة هامة في المصعد، قلنا انطلاق فقاعات غازية، كيف نؤكد أن هذا الغاز هو غاز كلور؟ كيف نتأكد من هذا الغاز هو غاز كلور؟ نتأكد من أن هذا الغاز اللي هو غاز كلور بإحضار كاشف اللي هو كاشف النيلة. كاشف النيلة، إذا نجيب كاشف النيلة، اللون تاعو أزرق. نضع قطيرات أو قطرات بجوار المصعد. ماذا نلاحظ بعد فترة زمنية قصيرة؟ نلاحظ عبارة عن اللون يبدأ يخضر، إذا أخضر مصفر. هذا اللون الأخضر مصفر الذي يكون بجوار المصعد هو عبارة عن غاز الكلور. إذا واش نقول؟ سيعدو نكشف عليه بكاشف النيلة أزرق، يظهر لون أخضر مصفر يدل على ماذا؟ على غاز الكلور. هو غاز. هذا كيف نكشف عن غاز الكلور؟ نكشف عليه بكاشف النيلة، اللون تاعو أزرق، قطرات بجوار المصعد فتظهر لون أخضر مصفر يدل على غاز الكلور. أما المعبر لا يمكن أن نكشف عليه ترسب شعيرا مباشرة من معدن الزنك. هذا بالنسبة لي الملاحظة. قبل أن نمر إلى نمذجة هذا التحليل لمعادلة كيميائية، راح نشوف التفسير. كيف صعد غاز الكلور؟ كيف ترسب معدن؟ إذا التفسير. نحاول نعطي بصورة مختصرة، نتكلم عن المصعد، كيف تحصلنا على غاز الكلور؟ كم لدينا من شريدة الكلور في المحلول؟ لدينا شريدتين، إذا شريدة أولى وشريدة ثانية، هناك شريدتين داخل المحلول. نحاول نوضع الوعاء جيدا، إذا عندنا شريدتين وشريدة واحدة من الزنك. هذا كل ما يحتوي المحلول. أن ماذا جرى؟ شريدة الكلور، نعرف أن شريدة الكلور لها شحنة كهربائية سالبة، إما أنها اكتسبت إلكترون. جيد. إذا بجوار المصعد ماذا يجري لهذه الشريدة؟ تفقد أو تكتسب. إذا هذه الشريدة وش راح تدير؟ راح تكتسب إلكترون. شريدة ثانية تكتسب إلكترون. هذه تكتسب إلكترون وهذه تكتسب إلكترون. عندما تكتسب إلكترون تصبح ذرة. كذلك عندما تكتسب إلكترون تصبح ذرة. يتحدى مع بعضهما بعض الذرات، ماذا يعطي؟ يعطي غاز الكلور. هاو كيف خرج غاز الكلور بالشريدتين بعد فقدانهما للإلكترون، فأصبحت ذرتين. إذن الذرتين فقدان، عفوا، إذن هنا كاين عملية فقدان لإلكترونين، وبالتالي تصبح لدينا ذرتين فتتحدى مع بعضها البعض فيكون لدينا غاز أكلور. أما بالنسبة لشريدة الزنك، عندي شريدة واحدة، بما أن هناك فقدان لشريدة الكلور، شريدة الزنك راح تكتسب إلكترونين وبالتالي تصبح معدن الزنك. هذا كيف تحصلنا على هذا الغاز وهذا المعدن. أن نقوم بنمذجة هذا التحليل بمعادلتين كيميائيتين، معادلة خاصة بالمصعد ومعادلة خاصة بالمهبط. نقوم بنمذجة التحليل الكهربائي بمعادلات كيميائية. هناك معادلتين، مصعد ومهبط، وفي الأخير
نختبها بمعادلة اللي هي معادلة إجمالية. جيد، بالنسبة للمصعد عندي المعادلتين، ثم نجمع المعادلات تخرج لنا معادلة واحدة. احنا ماذا كان لدينا على مستوى المصعد؟ كان لدينا ذرة، قبل ما تكون شريطة تكون عندي ذرة. الذرة هذه شريطة، فقدت أو اكتسبت، فقدت إلكترون، فأصبحت ذرة. جيد، هناك شريدتين، هناك شريدتين، الشريدة الثانية نفس الشيء، راح تفقد إلكترون، تصبح ذرة. أنا كنحاول نجمع المعادلتين، عندي Cn- زائد Cn- تعطينا 2Cn1، يعطي إلكترون زائد إلكترون، يعطي 2 إلكترون، Cn زائد Cn يعطي Cn2، هذه هي المعادلة التي نحتاجها وهي معادلة خاصة بالمصعد. الآن نمحي ماذا فعلنا ونكتب المعادلة الجديدة. إذا تولي عندي عندما يطلب منكم معادلة المصعد لا نكتب معادلتين ثم نجمع نتحصل على معادلة أخيرة، نكتب مباشرة هذه المعادلة. إذا 2Cn1 يفقد 2 إلكترون زائد Cn2. جيد، الآن بالنسبة للمهبط كذلك عندي شريدة واحدة، شريدة واحدة، إذا زد ان دو بلس راح تكتسب، هذا يفقد وهذا يكتسب، لا يمكن أن يكون فقدان من طرف اثنين، فيعطيني معدن الزر كما تلاحظون في معادلة المهبط. الآن إذا حاولنا أن نعرف المعادلة الإجمالية، وإذا طلب كذلك منا معادلة إجمالية ممكن استخراجها، وذلك بجمع المعادلتين. الآن راح نختزل 2 إلكترون مع 2 إلكترون، ونبدأ نكتب ببداية بالإشارة الموجبة، زد إن دو بلس زائد 2 سي إن 1 يعطينا، ماذا يعطينا؟ يعطينا زد ان زائد سي ان. هذه معادلة عبارة عن معادلة إجمالية. تخصنا نقطة مهمة وهي الحالة الفيزيائية لكل عنصر. إذا هنا عندنا أكوز محلول، هذا كله محلول، ممكن كتابة اسم محلول واحد. أنا عندنا هنا صلب وهنا عندنا غاز، هذه معادلة يعيطونها معادلة إجمالية. أن إذا غيرنا المحلول راح يتغير، ولكن الزن يتغير بالنسبة للزن يتغير، أما الكلور ما يتغيرش، معناتها معادلة المصعد تبقى على حالها، أما معادلة الزن ستتغير وتصبح إذا طعنا حديد أو قصدير أو مغنيسيوم فيتغير، أما معادلة المصعد لا تتغير نهائيا. مفهوم؟ هذا بالنسبة لنموذج التحليل. زيد نأكد على شيء، أنا راح نبين اتجاه التيار في هذه الدارة، قلنا اتجاه التيار دائما يكون من القطب الموجب إلى القطب السالب، أما اتجاه الإلكترونات فيكون من القطب السالب إلى الموجب، دائما يكون في عملية عكسية. الآن نمر إلى هذا الوعاء. إذا عندنا شريدتان من الكلور وشريدة من الزنك. أن يمكن يطرح السؤال في تمرين من التمارين، يقول لك حدد اتجاه الشريدتان على الرسم. أن ندير أسهم سهمين مختلفين، شريدة الكلور اتجاه تاعها القطب الموجب لأنها سالبة، أما شريدة الزنك موجبة فاتجاهها يكون نحو المهبط باش يكون هناك تجاذب. إذا هذه موان وهذا بلس، يمكن يعني راح تتجاذب نحو المصعد، شريدة الزنك بلس راح تتجاذب نحو ال، هذا عن حركة الشوارد. صح. الآن أريد أن أطرح سؤالين فقط، سؤالين.
تسمحوني بسؤالين بسيطين. السؤال الأول، من هو المسؤول عن نقل التيار في النحاليل؟ من هو الذي ينقل التيار في النحاليل؟ المسؤول عن نقل التيار في النحاليل هي الشوارب، أو نقول لها حاملات الشحن، هي المسؤولة على نقل التيار في النحاليل. نعطي على سبيل المثال هنا انطلاق الشحنات السالبة من القطب السالب، ثم تمر عبر الأمبرمات، ثم تمر عبر المهبل. المهبل هي هابطة تهبط، سمي بالمهبل نازلة. أي كيف تتنقل إلى المصعد؟ تتنقل عبر هذه حاملات الشحن. إذن هناك حاملات شحن تسبح في هذا المحلول، تقوم بنقلها من المهبل نحو المصعد، ثم تصعد في المصعد، ثم تذهب إلى القطب الموجب وإلى المصباح. ملاحظة في الحالة الأولى، في الملاحظات لاحظ أن هناك تواجد مصباح وانحراف مؤشر أمبرمات ما تكلمناش عليها. السؤال الثاني، من هو المسؤول عن نقل التيار في المعادن؟ المسؤول عن نقل التيار في المعادن هي الإلكترونات أو الشحن. معناتها في الأسلاك، من هو المسؤول على نقل التيار في الأسلاك؟ هي الإلكترونات أو الشحنات. نمر إلى النقطة الأخيرة، وهي لماذا سمي ببسيط؟ لماذا سمي بتحريك كهربائي بسيط؟ سمي بتحريك كهربائي بسيط لسببين: عدم تآكل المصريين، نسينا ما قلناش أن المصعد مصنوع من مادة الغرافيت، والمهبط كذلك مصنوع من مادة الغرافيت. هذه المادة لم تتأكل في نهاية التجربة، تبقى على حالها، إذن عدم تآكل المصاري. نقطة ثانية، عدم مشاركة المصريين، المصريين لم يشارك في هذا التحريك. كذلك عدم مشاركة المتحلل الكهربائي. شكون هو المتحلل الكهربائي؟ هو هنا الماء، لأن في البداية كان مسحوق ثم أضفنا ماء باش أصبح محلول. إذن هذا الماء لم يشارك في هذا التحليل الكهربائي. تبقى لنا نديروا نشاط في آخر هذا الدرس اللي راح يكون بعد لحظات. لدينا تطبيق حول هذا الدرس اللي هو التحليل الكهربائي البسيط. نقرأ التطبيق ثم ننظر الوثيقة ثم نقوم بالحرق. أجرينا تحليل كهربائي لمحلول ماء شاردي صيغته، أعطانا الصيغة Fe2++2Cl2. المحلول هذا عبارة عن محلول كلور الحديد الثنائي باستعمال وعاء تحليل. إذا لازم لنا وعاء تحليل، مصراياه A و B، عنده مصرايين A و B من الفح كربون أو من الغرافيت، يقدر يكون من الفح أو من الكربون، الفحم هو الكربون، أو من الغرافيت، ماهيش مشكل، لأن مادة الكربون أو مادة الفح مادة ناقلة للتيار الكهربائي. السؤال الأول اللي هو بسيط جدا، سمي مصر A و B. إذا كيف؟ ننظر إلى الوثيقة، قطعة معروفة، المولد معروف، المصريين A و B. أن نعرف المصرى A ما اسمه، إذا نحاول نسمي A ونسمي B. ماذا قلنا في الدرس؟ قلنا باللي القطب السالب دائما يجي من جهته المهبط، إذا A هو عبارة عن المهبط، أما المصرى الثاني يكون من جهة القطب الموجب، إذا نسميه ب المصعد أنود إيكاتود. هذا بالنسبة للسؤال الثاني، بسيط جدا. بعض التلاميذ يعني يقدروا يغلطوا في هذين المصرين. إذا دائما A اللي هو مهبط في الحالة هذه، لأنه يكون من جهة القطب السالب، أما المصر الثاني اللي هو المصعد
يكون من جهة القطب الموجب. جيد. اثنين، عين على الرسم جهة حركة كل من شركة الكلور و دوبلز شركة الحديد. إذا نروحوا للرسم مباشرة، يعني تلاميذ يجاوبوا على الأوراق يعيدون الرسم، ومن خلال الرسم يعني يديروا حركة هذه الشوارد بألوان مختلفة. نبدأ بشركة الكلور، لما أنها سالبة تذهب أي؟ تذهب إلى القطب الموجب. إذن نديروا لها سهم صغير، يعني تتبع اتجاه الحركة، تتحرك نحو القطب الموجب. أما شركة الحديد فإنها تتحرك، بما أنها موجبة تتحرك نحو السالب، كذلك سهم صغير. هذه الرؤيه صحيحه بالالوان، يعني تكون يعني تعيين جيد. ثالثا، اذا هنا نكتب اثنين اجابه راعين على الرسم، يجب يكون تعيين اتجاه الرسم وليس كتابته. اذا طلب منا عين على الرسم يجب ان تكون التعيين على الرسم، إعادة الرسم مرة ثانية على الأوراق المزدوجة، وبالتالي يمكن كتابة تعيين هذه الاتجاهات بأقلام ملونة. اثنين، نروحوا الثالثة. ثالثا اطلب مني ماذا؟ أكتب المعادلة الكيميائية عند كل من المصرع أ والمصرع ب. احنا قلنا المصرع أ وشنو هو؟ اللي هو المهبط. إذا نبدأ بالمهبط، نكتب المصرع أ، وهنا المصرع ب. مصرع أ معروف ليه هو المهبط، والمصرع ب اللي هو معروف ليه هو المصرع. إذا نبدأ بكتابة المعادلة تاع المهبط. إحنا المهبط واش عندنا؟ عندنا شريدة الحديد تتحول بعد اكتشافها الإلكترونين إلى معدن الحديد. إذا أف أو دو بليس راح تكتسب إلكترونين، شريدة واحدة تكتسب إلكترونين، فتصبح لدي أو يصبح لدي معدن الحديد بعد اكتسابه الإلكترونين لهذه الشريدة. أما في المصرع ب، دول دائما ما يتغيرش حسب الدرس، عندنا شريدتان من الكلور، بما أن الحديد شريدة الحديد اكتسبت فإن شريدة الكلور تفقد، إذن تفقد إلكتروني، وش يخرج عندي؟ يخرج عندي غاز الكلور، أو ينتج عندي غاز الكلور. هذه معادلة خاصة بمصرع ب، ننزلها شوية. إذن دو سيرموا تفقد دو إلكترون، يمكن كتابة الكتابة بهذا الشكل. سي ال 2 زائد 2 الكترون، كتابه كذلك صحيح. نمر الى السؤال الاخير والرابع، اكتب المعادله الاجماليه لهذا التحليل كما فعلنا في الدرس. اذا المعادله الاجماليه والاخيره تكون على الشكل التالي، نختزل الكترونين على الكترونين، ثم نبدا بكتابه الصيغة الموجبة. إذن عندي شريدة الحديد زائد شريدتان من الكلور، فتعطي ماذا؟ تعطي معدن الحديد زائد غاز الكلور. يبقى لنا في الأخير أن نعمل الحالة الفيزيائية لكل عنصر. إحنا عندنا هذا محلول، هذا محلول، هذا صوليد، وهذا غاز. بهذه نكون قد انتهينا من هذا التمرين اللي هو تابع لدرس التحليل الكهربائي البسيط. وشكرا يا اعزائي التلاميذ، حاولوا ان تجتهدوا. وفي اخر هذا الفيديو نعطيكم يعني امتحان او اختبار يحتوي على 3 وضعيات، ممكن في المنزل تقومون بحلها إن شاء الله. وشكرا. نواصل أعزائي التلاميذ مع درسنا أو مع الميدان تاعنا اللي هو المادة وتحولاتها، الدرس الفعال يعني عنده أهمية كبيرة، وهو
التفاعلات الكيميائية في المحاليل الشاردية. نبدأ بالعنصر ألف اللي هو تفاعل حمض كلور الهيدروجين مع المعادن. هناك بعض المعادن تتفاعل وهناك بعض المعادن لا تتفاعل. احنا ناخذ المعادن التي تتفاعل، على سبيل المثال معدن الحديد. اذا تفاعل حمض كلور الهيدروجين مع معدن الحديد، نشاط بسيط. ثم نمر الى الملاحظات، ثم نمر الى المعادلات النمذجة لهذا التفاعل. اذا نجيب وعاء او انبوب، نضع فيه كمية من برادة الحديد هي Fe solid، ثم نضيف له قطرات من حمض كلور الماء أو كلور الهيدروجين، قطرات من كلور الهيدروجين راح تطلع معي ملاحظات بعد فترة زمنية قصيرة. ماذا نلاحظ؟ هناك عدة ملاحظات. الملاحظة الأولى، ماذا نلاحظ هنا؟ نلاحظ فوران وتصاعد فقاعات غازية. إذن فوران وتصاعد فقاعات غازية، هذه الملاحظة الأولى، فوران في أسفل الأنبوب وتصاعد فقاعات غازية. البرادة الحديد تختفي، إذن وش نقول؟ اختفاء برادة الحديد. ماذا كذلك نلاحظ؟ نلاحظ ترسب راسب، ترسب راسب أخضر أو مخضر زائد شيء أخضر، حدوث فرقعة في فوهة الأنبوب. متى؟ عند تقريب عود كبريت مشترك. نعيد قراءة هذه الملاحظات مع بعض. إذا الملاحظات اللي تكون عندي في هذه التجربة، فوران وتصاعد فقاعات غازية، راح تطلع فقاعات غازية، اختفاء برادة الحديد، برادة التي وضعناها في البداية ستختفي، ترسب راسب أخضر دلالة على وجود معدن الحديد أو شريدة الحديد، لأن المعدن يتحول إلى شريدة، حدوث فرقعة عند تقريب عود كبريت مشتعل. هذا الفرقعة تدل على غاز اللي هو غاز الهيدروجين. إذا حدوث فرقعة عند تقريب عود كبريت دلالة على وجود غاز الهيدروجين اللي هو H2G غاز. هذه الملاحظات التي نجدها في هذه التجربة. الآن هنا الأنبوب ممكن يكون في الحالة هذه ممكن يكون مائل، مائل أحسن، كلور الهيدروجين وتصاعد فقاعات غازية. هذا بالنسبة لي ملاحظات تفاعل حمض كلور مع معدن الحديد. ممكن ما نستعملش حديد، نستعمل معدن آخر الذي يتفاعل مع حمض كلور الماء. الآن سنرى ماذا حدث. أن نحاول أن نتعرف على المتفاعلات والنواتج. إذا
ما هي المتفاعلات وما هي النواتج. متفاعلات التجربة اللي هي الحديد، هذا الأول، المتفاعل الأول، ومن الثاني اللي هو كلور الهيدروجين. بالنسبة للنواتج قلنا ترسب راسب أخضر اللي هو كلور الحديد ثنائي زائد غاز الهيدروجين. هذه بعض المتفاعلات أو المتفاعلات والنواتج بصفة عامة. قبل بداية نمذجة التفاعلات بمعادلات كيميائية، إذا الآن نمر إلى نمذجة التفاعلات بمعادلات كيميائية. سأعطي لكم يا أعزائي التلاميذ، أعطي لكم قاعدة تعتمدون عليها لاستخراج المعادلة كما هي. إذا عندنا واش تقول؟ معدن، أي معدن الذي يتفاعل وليس المعدن الذي لا يتفاعل، زائد كلور الهيدروجين، نقدر نعيطو ونسميوه بحمض كلور الماء الذي يرمز له كما ترون الآن في المعادلة، يعطينا كلور المعدن زائد غاز الهيدروجين. هذه قاعدة تعتمدون عليها لاستخراج المعادلة، سواء المعادلة بالصيغة الشريدية أو معادلة بالصيغة الإحصائية أو معادلة بالصيغة المختصرة. هذه قاعدة لا في إطار. إذا المعدن أعيد زائد كلور الهيدروجين أو حمض كلور الماء زائد كلور المعدن زائد غاز الهيدروجين. نحاول البداية بمعادلة بالصيغة الشريدية. إذا ألف صاد شين بالصيغة الشريدية. نعتمد على المعادلة لاستخراج، نعتمد على هذا القانون لاستخراج المعادلة. معدن اللي هو معدن الحديد اللي هو Fe، كلور المعدن يكتب شريديا لأنها صيغة شريدية، كلنا نعرف الصيغة الشريدية لحمض كلور الماء أو كلور الهيدروجين الذي يرمز له بالرمز H بلس Cl-، هذه صيغة شريدية لحمض كلور الماء أو كلور الهيدروجين. يعطيني كلور المعدن، كلور المعدن، كلور المعدن يعني كلور الحديد، إذا حديد ثنائي Fe2+ بطبيعة الحال زائد 2 Cl-، بما أن عندي 2 بلس لازم يكون عندي 2 مول تساوي في الشحنات، بالطبع عدد الشحنات الموجبة يساوي عدد الشحنات السالبة، زائد العنصر الأخير اللي هو غاز الهيدروجين. هذه معادلة غير موزونة، منقوصة بحالة فيزيائية إلى آخره. نحاول نوازن المعادلة. حتى نوازن المعادلة يجب أن تكون تساوي في عدد الشحنات وتساوي في عدد الذرات. إذا هناك شرطين، تساوي في عدد الشحنات وتساوي في عدد الذرات. إذا الذرات هنا راهي غير متساوية والشحنات غير متساوية. على سبيل المثال عندي بلس واحدة، عندي زوج بلس، لازم يكونوا دو بلس دو بلس، عندي موا واحدة، عندي زوج موا، إذا كذلك غير متساوية. لكي تتساوى هذه الشحنات تابعوا ما هي. إذا عندنا بلس واحدة وعندنا دو بلس، لازم ندير هنا دو بلس، تولي عندي اثنين بلس، اثنين بلس، صافي تساوي الشحنات موجبة متساوية. نروحو للموان، عندي دو موا، عندي دو موا، إذا تساوي الشحنات راهو متساوي. نشوفو الذرات، حديد وحدة، عندما نطلبو السؤال من التلاميذ دائما كيقول لهم حديد وحدة، حديد وحدة، يقولوا لي زوج، لماذا زوج؟
هذه عبارة عن شحنات يا تلاميذ، هذه شحنات. أنا أتكلم عن الذرات، إذا ذرة واحدة ذرة واحدة، جيد. 2H 2H تساوي 2Cl 2Cl، إذا كل الذرات متساوية حسب عدد الشحنات. إذا هنا راهو كاين تساوي عدد الشحنات وعدد الذرات، وعدلها موزونة يعني كاملة. الآن نمر إلى الحالة الفيزيائية لكل عنصر. حديد سوليد، هذا محلول أكوز، هذا أكوز، وهذا غاز. هذه معادلة بالصيغة الشريدية، وهذه معادلة مهمة جدا. الآن نمر إلى المعادلة بالصيغة الإحصائية. بدون شوارد، بدون أقواس، بدون شحنات إلى آخره، عادية. إذن Fe هذا يتغير كتابته، يكتب بالصيغة الإحصائية، كلنا نعرف هذه الصيغة HCl، يعطينا كذلك راح ننحي الأقواس، راح ننحي الشحنات، راح ننحي البلوس اللي في الوسط، يصبح عندي FeCl2 زائد H2، معادلة غير موزونة، مخصوصة، منقوصة. إذا هنا راح ندير 2 ينزل 2 بدون أن نعيد الحساب. الآن الحالة الفيزيائية كما فعلناها في المعادلة الشريدية. نمر إلى المعادلة الأخيرة والجديدة بالنسبة للتلاميذ، اللي هي المعادلة بالصيغة المختصرة. جيم صيغة مختصرة أو مختزلة أو بدون الأفراد الكيميائية المتفاعلة. تسميات المعادلة بالصيغة المختصرة، معادلة بالصيغة المختزلة، ومعادلة بالصيغة أو بدون الأفراد الكيميائية المتفاعلة. أن ننظر إلى المعادلة الشريدية، هناك عنصر لم يتفاعل. لاحظوا معي الحديد، حديد في وضعية تاعو سوليد، أصبح أكس، تغير، إذا شارك، تفاعل. هيدروجين راهو محلول، نمر إلى النواتج، H2 راهو غاز، إذا كان محلول أصبح غاز، صافي، معناتها تفاعل، شارك. نمر إلى عنصر سالمو، راهو محلول، بقي محلول، إذا لم يشارك، لم يتفاعل. إذا ننزع الكلور ونكتب المعادلة كما هي. إذا شكون اللي راح ننزعه؟ راح ننزع عنصر الكلور. إذا كيف تكتب المعادلة؟ Fe Cl نزعناه يبقى H بلس، يعطي Cl نزعناه يبقى Fe2 بلس بلس H2. إذن هنا راح ندير الموازنة تاعي، 2 ننزل 2 وندير الحالة الفيزيائية تاعي. هذه معادلة ثلاثة، صيغة شريدية، صيغة إحصائية، صيغة مختصرة أو مختزلة. هذا بالنسبة للتفاعل الأول. نكمل بتمرين حول هذا التفاعل، تمرين بسيط جدا، ثم نقوم بحله. يتفاعل حمض كلور الماء أو نقولوا له كلور الهيدروجين مع معدن الزنك، هنا غيرنا المعدن، فينتج غاز ويترسب راسب أبيض. إذا غاز راسب أبيض هو محلول كلور الزنك، جيد. سؤال مباشرة الأول، ما هو الغاز المنطلق؟ أكتب صيغته وكيف نكشف عنه. إذا نبدأ في الإجابات، الغاز المنطلق هو غاز الهيدروجين، اكتب صيغته، صيغته H2، جيد. كيف نكشف عنه؟ بسيطة جدا. إذن نكشف عنه بواسطة تقريب عود
كبريت او عود سخان مشتعل فتحدث فرقعة خفيفة. جيد، هذا بالنسبة للسؤال الأول. السؤال الثاني، ما هي الصيغة الشريدية للرسب الناتج؟ هناك رسب سيتشكل ذات التفاعل اللي هو قال لك رسب أبيض اللي هو محلول كلورازينك. إذا الصيغة الشريدية صيغته الشريدية زاد ان دو بلس بلس دو سيمو، هذا راسب يعني محلول، هذه صيغة شريدية للراسب المتشكل. الآن نمر إلى المعادلات، المهم في التمرين هي المعادلات. أكتب معادلة بالصيغ شريدية ثم مختصرة. إذا نبدأ بالصيغ شريدية، نفس المعادلة التي أخذناها بالدرس بالنسبة للحديد، راح ننزع الحديد ونضع في مكانه الزنك فقط. إذا القاعدة اللي كانت عندنا، عندنا معدن اللي هو الزنك زائد حمض كلور الماء بصيغة شريدية يعطينا كلور الزنك بالصيغة الشريدية زائد غاز الهيدروجين. إذا عندنا الزنك صلب والغاز الهيدروجين غاز غاز. الآن بالصيغة الشريدية حمض كلور الماء معروف H بلس بلس Cl موان زائد زاد ان دو بلس بلس دي Cl. نقوم بموازنة المعادلة، راح نحسب الشحنات أول شيء. إذا حسبنا الشحنات الذرات راح تتساوى مباشرة يعني. إذا H بلس دو بلس، إذا نضع اثنين خارج القوس يولي عندي دو بلس دو بلس دو موان دو موزونة. تبقى لنا الحالة الفيزيائية لهذه المحاليل أكز أكز، هذا بالنسبة للمعادلة بالصيغة الشريدية. بالصيغة المختصرة ماذا ننزع؟ ما هو العنصر الذي لم يتفاعل؟ ما هو الفرد الذي لم يتفاعل؟ الفرد الذي لم يتفاعل وهو الكلور. إذا ننزع الكلور ونكتب المعادلة مباشرة. إذا عنصر الزنك القوس يعطي قوس زائد غاز الهيدروجين. إذن هنا عندنا H بلس وهنا عندنا زائد N بلس. إذن ماذا نزعنا؟ نزعنا الكلور الذي لم يشارك. إذن ننزل الاثنين ونكتب الحالة الفيزيائية. هذه السؤال الثالث. السؤال الرابع بسيط، أذكر المعادن التي لا تتفاعل مع حمض كلور. على سبيل المثال المعادن هي النحاس، الذهب، الفضة، الزئبق. هذه بعض المعادن التي لا تتفاعل مع حمض كلور الماء. ننتقل إلى التفاعل الثاني اللي هو تفاعل محلول ملحي مع معدن. النشاط يقول وعاء أو بيشر نضع فيه محلول، هذا عبارة عن محلول اللي هو كبريتات النحاس، صيغته الشريدية تعرفونها كلكم هذا قبل ما يكون محلول يكون مسحوق، نضيف إليه ماء مقطر يصبح محلول. الماء الدور نتاعو هو يقوم بتذويب هذا المسحوق، هذا محلول كبريتة النحاس. نضع في هذا الوعاء مسمار، جزء مغمور وجزء غير مغمور. إذا هذا مسمار حديدي اللي هو Fe سوليد، هذا نشاط. بعد فترة من الزمن ستكون لدينا الملاحظات، ثلاثة ملاحظات بسيطة جدا. الملاحظة الأولى تشكل طبقة حمراء على الجزء المغمور، هذا الجزء المغمور يصبح لونه أحمر، الجزء الغير مغمور يبقى على حاله
باللون المسمار، باللون الاسود للمسمار. اما هذا فيصبح احمر. اذا وش نقول؟ وش نقول؟ نقول تشكل طبقه حمراء، تشكل طبقه حمراء على الجزء المغمور. هذا الملاحظه الاولى. الملاحظه الثانيه، تاكل الجزء المغمور. تاكل يعني ما يتفتتش الجزء، وانما تشكل عليه طبقه جديده هي باللون الاحمر. كان طبقه سوداء تغلف بطبقه حمراء. هذا واش معناتها التآكل؟ يعني الجزء الاول يصبح لا يظهر، اما الجزء الثاني فهو احمر، فهي طبقه جديده بالنسبه اليه. الملاحظه الثالثه، تغير لون المحلول تدريجي. المحلول اللون نتاعو ازرق، راجع الى شريدة النحاس. كيف يصبح بعد مده من الزمن، بعد مده يعني حوالي 45 دقيقه او اكثر او اقل بقليل، بما ان المسمار الحديدي المغمور معدن، هذا اللي عباره عن ذره، الذره هذه تتحول الى شريده، واحنا نعلم ان شريده الحديد دائما تحمل اللون الاخضر. اذا المحلول بعد فتره من الزمن يصبح لونه اخضر، بعد ما كان لونه ازرق. هذا بالنسبه للملاحظات اللي ممكن تتشكل في هذا النشاط، وممكن يعطيك تمرين يغير لك الماده المعدن، ممكن يغير لك المحلول عادي. اذا على حساب المعدن تتحول الى الشريده. انتم تشوفوا الشريده وتشوفوا اللون تاعها الذي ينتمي اليها، وتكتبون لون الشريده. هذا بالنسبه للملاحظات. الان راح نشوف دائما من الملاحظات ننتقل الى المتفاعلات. والنواتج، شكون هي المتفاعلات في هذه التجربه؟ المتفاعلات هي ماده الحديد بطبيعه الحال ومحلول كبريتات النحاس. النواتج ماذا ينتج لدينا؟ تشكل طبقة حمراء. هذه طبقة حمراء عبارة عن ماذا؟ عبارة عن معدن. هذا المعدن أي معدن؟ معدن النحاس. لماذا؟ لأن شريدة النحاس تتحول إلى معدن النحاس بعد اكتسابها لإلكترونين. جيد. إذن أنا هنشوف معدن النحاس. النتيجة الثاني، إذا تشكل النحاس بقي الكبريتات، بقي الحديد. إذا كبريتات الحديد، نعود نذكر معدن النحاس كيف تشكل بشريدة الحديد، بشريدة النحاس التي اكتسبت إلكترونين فأصبح معدن، معدن الحديد فقد إلكترونين فأصبح شريدة الحديد التي كانت اللون تاعها في المحلول الأخضر. هذا هو. هذه بعض ال، حاولوا نكتبوا بالرموز FeCuSO4 بعد النحاس سي كبريت الحديد FeSO4. هذه بعض الصيغ. نمر الى نموذج هذا التفاعل بمعادلات كيميائيه. المعادله الاولى دائما نبدا معادله على الصيغه شريديه، ثم صيغه إحصائية، ثم الصيغة المختزلة أو المختصرة. إذن بسم الله، عندنا الحديد، بعد الحديد زائد كبريتات النحاس شريدي، ثم كبريتات الحديد، ثم معدن النحاس. إذن هذا صلب وهذا صلب. هذا المعدن الذي وضع كمسمار، وهذا المعدن الذي تشكل على المسمار. الصيغة الشريدية لكبريت النحاس معروفة، اللي هي موجودة في النشاط، Ce2+SO4، يعطينا كبريتة الحديد. إذن هذه الصيغة نحولها إلى صيغة شريدية. نقول انتهينا من المعادلة،
نحاول أن نرى إذا كانت موجودة أم لا من حيث الشحنات ومن حيث الذرات. نبدأ بالشحنات. دو بليس دو بليس جيد. دو موان دو. إذا موجودة من حيث الشحنات بمعنى موجودة من حيث الشحنات موجودة من حيث الذرات. واحد حديد واحد حديد واحد نحاس واحد نحاس واحد كبريت واحد كبريت أربعة أكسجين أربعة أكسجين. إذا فقط ندير الحالة الفيزيائية ونكمل المعادلة الشريدية. إذا هذه معادلة بالصيغة الشريدية. الآن نمر إلى المعادلة بالصيغة الإحصائية. إذا ننزع الشوارد، ننزع الشحنات، ننزع البلس، ننزع الأقواس ونكتب المعادلة بالصيغة الإحصائية. إذا عندي إف أو بلس الأقواس تنزع سي أو إس أو 4 يعطينا إف أو إس أو 4 بلس سي. حالة فيزيائية موزونة. أكوز أكوز سولي. صيغة مختصرة. من هو الفرد الذي لم يتفاعل؟ سنرى في المعادلة الشريدية. هذا اف سوليد أصبح أكوز تفاعل. هذا نحاس شريدة أصبح سوليد تفاعل. هذا أكوز هذا أكوز. إذن هذا ينزع لم يتفاعل لم يشارك. إذن ننزعه من المعادلة. إذن نكتب المعادلة الأخيرة اف او بليس ندير قوس يعطي قوس زائد سي. هذا سوليد هذا سوليد. أن الذين لم يتفاعلوا نحيهم يبقى لي سي دو بليس اف او دو بليس. إذا لاحظوا حديد في الحالة الصلبة أصبح شاردة بعد فقدانه الإلكترونين. شاردة النحاس تحولت إلى معدن النحاس بعد اكتسابها لإلكترون. هاي معادلة بالصيغة المختصرة. نمر الآن إليكم تطبيق فيما يخص التفاعل الثاني بسيط جدا. ثم نمر إلى التفاعل الثالث والأخير. التمرين يقول نضع صفيحة من الزنك داخل محلول كبريتات النحاس الزرقاء. المطلوب صف ماذا يحدث. اذا صف ماذا يحدث. ما الملاحظات ماذا يحدث يا اعزائي التلاميذ. اذا كاين ثلاث ملاحظات. ملاحظة الاولى تشكل طبقة ونحاول ندير الرسم. هذا كبريتات النحاس أزرق صفيحة اللي مصنوعة من مادة صفيحة جزء مغمور وجزء غير مغمور. إذن تشكل طبقة حمراء على الجزء المغمور. هنا تولي حمراء. من جهة الإحمرار من شاردة النحاس التي تحولت إلى معدن النحاس. إذا شاردة النحاس تحولت إلى معدن النحاس بعد اكتسابها لإلكترون. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية تآكل الجزء المغمور. الجزء راح يشكل طبقة جديدة عليه. يتأكل ما يتفتش كما قلنا في الدرس. قلنا معناتها يتشكل عليه طبقة جديدة. ثالثا تغير لون المحلول. لون المحلول تدريجيا. كيف يصبح اللون؟ ما عندنا المعدن اللي هو الزنك. الزنك هذا يتفاعل أو يتحول إلى شريدة الزنك. وحنا نعرف اللي شريدة الزنك اللون تاعها أبيض. إذن هذا المحلول يصبح لونه أبيض بمرور الوقت. هذه بالنسبة لي السؤال الأول. السؤال الثاني دائما معادلات مطلوبة في التمارين. أكتب معادلة التفاعل ب. نطلب منا معادلتين. معادلة الأولى معادلة شريدية ب معادلة مختصرة. نبدأ بالشريدية. صيغة شريدية. إذن
عندنا معدن الزنك، يتفاعل مع من؟ مع كبريتات النحاس، لنعرفوا صيغة شريدية Cu2 بلس بلس SO4 دومون. هذو المتفاعلات. نجي نشوف النواتج. هذا الماء الشريدة تاع الزنك تتحول إلى معدن الزنك اللي قلنا اللون تاعها أحمر، هذا سوليد، هذا سوليد صلب. ماذا يبقى؟ يبقى كبريتات الزنك زد ان دو بلس بلس اس او كادو. هذه معادله نشوفوا الموازنه نتاعها، عندنا دو بلس دو موان دو بلس دو موان. اذا وزننا من هذه الشحنات الذرات اوتوماتيكيا معناتها راح تكون متزنه. زد ان وحده، زد ان وحده، نحاس وحده، نحاس وحده، لا ننظر الى الشحنات. اس وحده، اس وحده، اربعه اكسجين، اربعه اكسجين. تبقى لي الحاله الفيزيائيه لهذا العنصر. سؤال ثالث ما لم اكتبه اللي هو اذكر ثالث عفوا اذكر الافراد الناتجه وبين كيف يتم الكشف عنهم. اذكر الافراد الناتجه وبين كيف يتم الكشف عنها. هنا عندنا فردين النتيجه، عندنا الزنك والكبريتات. اذا الافراد هي اذا عندنا شريده الزنك وعندنا شريدة الكبريتات. كيف يتم الكشف عن شريدة الزنك؟ عندنا واحد الكاشف يكشف إلا عن المعادن الذي يدعى بهيدروكسيد الصوديوم أو مائات الصوديوم أو الصودا. إذا نختار اسم هذه الأسماء ونقول له هيدروكسيد الصوديوم الذي يرمز له شريدي ب Na بلس بلس OH. أما شريدة الكبريتات الذي كذلك تتم ليس عن طريق هيدروكسيد الصوديوم وإنما عن طريق كلور باريوم، كلور الباريوم الذي يرمز له ب Ba2 بلس بلس 2Cl. هذا فيما يخص التمرين الذي يتبع النشاط الثاني اللي هو تفاعل. ملاحظة فقط، أعطينا معادلة الصيغة الشريدية ولم نكتب صيغة مختصرة تطرقنا مباشرة إلى الأفراد. إذا نعاود نولي أو نرجع إلى معادلة بصيغة مختصرة. نشوف ما هي الأفراد التي لم تتفاعل. زنك سوليد أصبح محلول تفاعل، نحاس محلول أصبح سوليد تفاعل، الكبريتات محلول بقي معلوم. إذا ننزع الكبريتات ونكتب كل شيء على حاله. إذا زنك دير قوس يعطي قوس زائد Cu. إذا هنا راح يكون عندي شريدة النحاس، هنا شريدة الزنك. إذا لاحظوا معي المعادلة هذه، هذا معدن الزنك تحول شريدة الزنك بعد اكتسابه الإلكترونين، هذا عفوا بعد فقدان الالكتروني هذا الشريده كانت تحولت الى المعدن. اذا هذا محلول وهذا سوليد. وينتهي التمرين المعطى بالنسبه للنشاط ب بالنسبه لتفاعل محلول حمضي مع معدن. نواصل درسنا اللي هو تفاعل كلور الهيدروجين مع كربونات كالسيوم، وهو النشاط الاخير في الوحدة اللي هي مادة تحولاتها، يعني آخر عنصر في هذه الوحدة اللي هو تفاعل كلور الهيدروجين حمض كلور الماء مع كربونات كالسيوم. كربونات كالسيوم اللي هو الكلس، نقدر نقولوا له الكلس كربونات كالسيوم أو الطبشور. إذا لدينا هذا النشاط البسيط الذي يحتوي على وعاء به لائق الكلس،
قطعة طبشور موضوعة في أسفل الأنبوب، ثم نسكب كمية من حمض كلور الماء في الأنبوب، ثم يسقط على هذه القطعة. بعد فترة قصيرة من الزمن ماذا نلاحظ؟ نلاحظ فوران. هنا نبدأ نشوف في فوران. فوران وتصاعد فقاعات غازية واختفاء قطعة التبشور. قطعة التبشور تختفي، اختفاء قطعة التبشور أو الطباشير. هذه الملاحظة الأولى. ملاحظة ثانية، ماذا نلاحظ كذلك؟ نلاحظ تشكل راسب أبيض. تشكل راسب، تشكل راسب أبيض اللي هو كلور الكالسيوم. ثالثا وأخيرا تعكر رائق الكلس. يتعكر بسبب ماذا؟ بسبب صعود غاز. هذا الغاز الذي يعكر رائق الكلس الذي يدعى ب عفوا ثاني أكسيد الكربون اللي هو CO2. إذن مش نقول تعكر رائق الكلس بسبب صعود غاز ثنائي أكسيد الكربون الذي يرمز له بالرمز CO2. هذه كل ملاحظات التي نستخلصها من هذا النشاط البسيط جدا. إذا قطعة التبشور اختفت، إذا كاين تفاعل بين كلور الهيدروجين ومع كربونات الكالسيوم. كربونات الكالسيوم الذي يرمز له، دوك نلاحظوا في المعادلة، قبل المعادلة نشوف المتفاعلات والنواتج. المتفاعلات تكون هي حمض كلور الماء مع من؟ مع الكلس اللي هو كربونات كالسيوم. كربونات الكالسيوم. النواتج، هنا في التجربة هذه لاحظت النواتج. النتيجة الأول اللي هو ثنائي أكسيد الكربون كلور الكالسيوم وعنصر الماء، كذلك راح ينتج لنا في هذه التجربة عنصر الماء. إذن كاين ست نواتج. نحاول إعطاء حصيلة تفاعل كيميائي. نبدأ بالحصيلة الشريدية، ثم الصيغة الإحصائية، ثم الصيغة المختصرة. على بركة الله نبدأ بكربونات الكالسيوم الذي يرمز له بالرمز Ca CO3 زائد شريديا زائد. إذن Ca CO3 اللي هو كربونات الكالسيوم زائد حمض كلور الماء نعرفوه زائد كلور الكالسيوم اللي هو Ca2 بلس بلس 2 Cl زائد ثنائي أكسيد الكربون زائد عنصر الماء. هذه هي المعادلة بالصيغة الشريدية. هذا لا يكتب شريديين، هذا لا يكتب شريديين، لأن هذا سائل، هذا غاز، وهذا صوليد. هذا يكتب بالصيغة الشريدية وهذا بالصيغة الشريدية، لأن هذا محلول وهذا محلول. نحاولوا نديروا موازنة. نبدأ بالشحنات. عندنا واحدة بلس دو بلس، ندير زنين هنا خارج القوس، تولي عندي زنين بلس سنين بلس سنين موان عفوا سنين موان. إذا الشحنات متوازية تساوي، تساوي الشحنات الموجبة يساوي تساوي الشحنات السالبة. الآن نمر إلى حساب الذرات. سي أ عندي وحدة،
سي ا عندي وحده، كي نقول سي ا وحده لا ننظر الى الاثنين، اثنين عدد الشحنات، اذا سي ا وحده سي ا وحده، سي وحده سي وحده، الاو ثلاثه، هنا كاين ثلاثه، جينا نشوف شحال كاين الاو، كاين اثنين زائد واحد تساوي ثلاثه، ثلاثه تساوي ثلاثه، اذا متساويه. نجي نشوف الاش راهو اثنين، الاش راهو اثنين، جيد، السي ال راهو اثنين، والسي ال راهو اثنين، هي اوتوماتيكيا عندما تتساوى الشحنات تتساوى الذرات، اذا هنا الشحنات متساويه والذرات متساويه، اذا المعادله راهي متزنه 100%. نمر الى الصيغه الاحصائيه، قلنا ننزع الشوارد، ننزع الاقواس، ننزع الزائد اللي في الوسط، ونكتب المعادله نتاعي كما هي. اذا سي ا سي ا سي او 3 زائد السي ال يعطينا سي ا سي ال 2 زائد سي او 2 زائد اش 2. نهبط السنين تاعي تولي اثنين، عن حالة الفيزيائية ما درناهاش في الأول نديروها، هذا غاز وهذا ليكيد، نفس الشيء بالنسبة للحالة الثانية، سوليد أكوز أكوز غاز وليكيد. أنا نمر إلى الصيغة المختصرة، حتى نعرف ما هي الصيغة المختصرة لازم ندير نظرة على الصيغة الشريدية. كان فرد لم يتفاعل، إذا الأش راهو محلول، الأش راهو نعم راهو ليكيد معناه تفاعل، سي ال راهو محلول، سي ال محلول ما يتفاعلش، إذا السي ال هو اللي ما تفاعلش ناحية واحد، إذا ناحية السي ال من ذا والسي ال من ذا، نعاود نكتب المعادلة تاعي سي ا سي او 3 زائد اش بلس يعطينا سي ا دو بلس بلس سي او دو بلس اش دو. نهبط الاثنين تاعي تاع الموازنة ونكمل الحالة الفيزيائية تاعي. وبهذا نكون قد انتهينا من الشطر الثالث هو تفاعل كلور الهيدروجين مع كربون الكالسيوم، ثم يتبعه تطبيق بسيط حتى نتسنى اذا كان المفهوم وصل ام لم يصل. ونكمل درسنا بتطبيق اخير في هذه او في هذا الميدان هي ماده حولتها. نقرا عليكم التمرين او التطبيق. حدث انسداد في انبوب صرف المياه آلة غسل الملابس ماشي نظافة بمنزلكم، فطلبت منك أمك الإجابة عن التساؤلات التالية، ما هي هذه التساؤلات؟ سبب انسداد أنبوب صرف الماء، ما هو السبب انسداد أنبوب صرف الماء؟ كيف حتى أصبح مسدود لا يترك الماء يعبر؟ بسيطة جدا، حتى نجاوب على هذا السؤال، سبب انسداد أنبوب صرف الماء هو ترسب مادة كلسية بداخله، إذا هو ترسب مادة كلسية بداخله، ما معنى هذا؟ معناتها مادة نعيطو لها باللغة الفرنسية كالكير، مادة الكالكير اللي هي تترسب ما تروحش الماء يعبر وبالتالي الآلة تتوقف، ها إذا ترسب مادة كيسية بداخله أو عليه. اثنين، اختر حلا لهذه المشكلة، ما هو الحل يا ترى؟ بسيطة جدا، الحل هو أن نجيب كمية من حين كرو الماء ونسكبها في هذا الأنبوب، وبالتالي يصنع تفاعل بين المادة الكيسية وحمض كلور الماء، وبالتالي يصبح الماء يمر عبر هذا الأنبوب. إذا الحل بسيط، إذا مش نقول بالنسبة للسؤال الحل هو سكب كمية من
محلول كلور الهيدروجين بداخل الأنبوب، وبالتالي راح يكون تفاعل بين المادة الكيسية ومحلول كلور الهيدروجين، وبالتالي الأنبوب يصبح يسمح بمرور كمية من الماء. السؤال الثالث، دائما المعادلات مطلوبة في الأسئلة، عبر عن الاقتراحات بكتابة المعادلة التالية، ما هي هذه المعادلات؟ شاردية وإحصائية. إذا نبدأ بالمعادلة الشاردية التي درناها في الدرس. إذا عندنا كربونات الكالسيوم هي المادة الكيسية CaCO3 زائد H+ Cl- يعطينا كلور الكالسيوم Ca2+ بلس 2 Cl- زائد CO2 زائد H2O. موازنة أنا وزناها في الدرس، نعود نوازنو مع مباشرة معليش. عندنا 2+ 1+ 2- 1. إذا ندير 2 هنا يصبح 2+ 2- 2+ 2. بما أن الشحنات راهي متزنة، إذا الذرات متزنة. حالة فيزيائية سوليد أكوز أكوز غاز وليكي، هذه معادلة بالصيغة الشاردية. نمر إلى المعادلة بالصيغة الإحصائية حتى لا ننسى كما نسينا في المعادلات السابقة. ما هو العنصر الذي لم يتفاعل؟ العنصر الذي لم يتفاعل واضح كوضوح الشمس، إذا عندنا الكلور هو الذي لم يتفاعل، إذا نكتب المعادلة بدون كلور. إذا عندنا CaCO3 زائد قوس زائد CO2 زائد H2O. ماذا نكتب داخل الأقواس؟ نكتب H+ زائد أو يعطي Ca2+. ماذا نزعنا؟ نزعنا عنصر الكلور الذي لم يشارك أو لم يتفاعل. راح ننزل الرقم نتاعي 2، ثم يليها الحالة الفيزيائية. وبهذا نكون قد انتهينا من ميدان المادة وتحولتها. نمر إلى السؤال الرابع اللي هو ما هو الغاز المنطلق وكيف نكشف عليه؟ الغاز المنطلق شفناه في الدرس اللي هو غاز ثنائي أكسيد الكربون، لم يطلب الرمز ولكن كتبنا الرمز ما يهمش. كيف نكشف عليه؟ نكشف عليه ب تعكر رائق الكيس. بهذا أعزائي التلاميذ نكون قد انتهينا من محور اللي هو ميدان مادة وتحولتها. إن شاء الله هذه المراجعة تكون في حسبانكم يعني، وبالتوفيق في الامتحانات إن شاء الله.